تلحق المصر كلها. يا رب يصلح حالك. ازيك يا حاج؟ بقولك ايه؟ ما انت ما طلعتش حج ليه؟ طلعت السنة اللي فاتت وقت سبت. طلعت يعني؟ طب الحمد لله. الحمد لله. وانت تطلع السنة دي كده عشان يبقى ان شاء الله. اه الحمد لله. لكن قبل وصاب الحج ان شاء الله. لا يا ستي دي ربنا اللي هداكي واحنا بننفذ بس. احنا دي دعوة مستجابة منك لربنا سبحانه وتعالى. ربنا استجاب لك الدعوه فمش معقول احنا اللي هنقف يعني. الله يبارك. دي اقل حاجه وانت ام وطن وام شهيد ضحى عشان خاطر الوطن ولاجل الوطن فده مش شعارات احنا بنقولها دي حقيقه. ده مش شعارات احنا بنقول لكم دلوقتي ده فعلا ده ابنكم وحماه كله. الله يعني هو كل الشهداء اللي ضحوا عشان خاطر البلد حمونا. حمونا وضحوا عشان خاطر مصر فده اقل حاجه احنا بنقدمها بنقدمها لحضرتك. ونقدمها الوالد وانت تكوني عند في بيت الله الحرام ان شاء الله هذا العام وتدعي لمصر يا عم حمد. شكرا. احنا بعدين نجيب لحضرتك الجوابات دلوقتي. شكرا. تمام من التضامن الاجتماعي. وحتى بعد ما ارفع العربيات تروح تتسعف في البلد. والله اول مره سبحان الله يا رب بتمنى حاجه وبتتحقق والله. يا رب يصلح البلد على ايديك يا رب اللهم امين ونور كل اللي انت يا رب. بقول لك هي دي دعوه. تمام وربنا بيستجيب الدعوه طبعا تبقى السماء مفتوحه في وقت معين. انت دعيتي ونيتك صافي راجل الله فربنا استجاب لك الدعوه وطلعتي الحج. معنى ان انت بقى ما تطلعيش خاطر في فلوس لا بقى مصر فيها رجاله. يا رب يستجيب لك الدعوه. تمام زي ابنك ما هو كان راجل ضحى عشان خاطر البلد. كان راجل فعلا ما هو عشان كان راجل ضحى عشان خاطر البلد برضه مصر فيها رجاله كتير يعني. الحمد لله. فهتطلعي الحج هتطلعي الحج. ربنا يا رب يحمي الشباب كله يا رب. يا رب يحمينا ويحمي مصر كلها. كل سنه وانتم طيبين. ولو احتجتي حاجه وانت مسافره ان شاء الله يا رب. بلغيني ان شاء الله يا رب. باذن الله يا رب كده يصلح البلد على ايديكم كلكم يا رب. يا رب يا رب. ويبعد عنا الحاقدين اللي بيكرهونا يا رب اللهم امين. احنا بعدنا نجيب لك الجوابين دلوقتي بتاع الكشف الطبي وبتاع الباك. وخالد حد يطلع معايا الباك هيكلمنا ويجيب باك. عشان تدفع على طول الفلوس وتاخد الايثار وتوديه للتضامن. شو تخلص الاجراءات كلها؟ اه ان شاء الله دلوقتي خلاص كل الاجراءات دلوقتي عشان ما شاء الله والله عجز عن الشغل لان اخر يوم للدفع النهارده. انا عجز والله انا الساعه 8 والله مش مصدق. بقى يا رب كده يصلح البلد على ايديك يا رب ودعوه خاصه ليك انت دي انا هدعيها في الحرب اول ما ادخل ان شاء الله. يا رب يسعدك يا رب ونور المكتب على طول بيك يا رب اللهم امين. السلام عليكم. السلام عليكم.